هذا النوع سعر القطعة 4 دولارات، متوفر 200 قطعة، أقل كمية تأخذها 100 قطعة. على مود تشوفون الجودة مالتها، حاولي راح أقرب لك إياها على الكاميرا حتى تشوفين الجودة مالتها، لأن الحقائب يعني أكو جلد مرات يصير خفيف. خلينا نشوف هسه من أخلص أحاول أصور لكم فشي خفيف حتى أقارن لكم بين هذا وبين هذا. هسه هذا جاي أعرض بي صراحة الجودة مالته كلش ممتازة. هذا هيش تنفتح، شوف الجودة مالته، الجلد مالته حلو، هذا الحزام مالته، هذا متوفر من عنده 200 قطعة، أقل كمية تأخذها 100 قطعة. مرة ثانية نجيب لنا أنا واحدة لبس صينية على مود تلبس. هذا اللون الأول، هذا اللون الثاني، هذا اللون الثالث. طبعا ألوان مختلطة تجيك بالشروة، الشروة بها 200 قطعة، بس أنت ممكن تأخذ 100 قطعة، يعني ممكن نقسم الشروة على 2 أشخاص. سعر القطعة 4 دولارات بدون شحن.